سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الخير وتحياتي وكل سنة وسيادتك وكل الزملاء في الهيئة بخير يا فندم. جميلة دي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا سيادة الفريق. والحقيقة لعل حضرتك متفق معايا انه هذه الذكرى تستحق الاحتفال لانها درس وملحمة من ملاحم التاريخ المصري اللي كلنا بنتشرف بيها. طبعا يعني لما نقول زي ما حضرتك ذكرت كده ان دي الذكرى ال 153، يعني مشروع شغال بقاله 153 سنه بيدر دخل على البلد وناجح ومستمر ومستدام ان شاء الله. يعني ان شاء فاحنا الله بنتكلم فعلا على مشروع جبار وعملاق كمل واكتمل تماما لما اتحفرت قناه السويس الجديده وافتتحت في 6/8/2015، مشروع صحيح. العملاق، اول مشاريع العملاقه لسياده الرئيس، وكان مشروع ناجح طبعا، وكان انا بعتبره ان ده طوق النجاه لقناه السويس، لان احنا كنا رحنا في مستوى مش عايز اقول انه ضعيف جدا يعني، او التصنيف بتاعنا بقى في قناه السويس جدا قديمه، ان ما بقتش السفن العملاقه تقدر انها تعبر، ما بقاش في امان في قناه السويس، اعداد السفن كمان اللي بتمر، عدد الساعات اللي كانت بتقطعها السفن 22 ساعه. لما اتعملت قناه السويس الجديده الحقيقه غيرت مجرى التعامل مع قناه السويس بالكامل. من دلوقتي لما بنقول احنا يعني بيعدي عندنا يعني يوم 7 نوفمبر الشهر ده بيعدي 94 سفينه في يوم واحد، صحيح نخش في 100 سفينه ما فيش فيها مشكله، ف 240 الف طن سفينه حمولتها 240 الف طن، ما كانتش برضه تعبر في بسم الله ما شاء قناه الله. السويس القديمه. كل ده، لكن انا عايز اقول برضه ارقام، من يعني لما نقول 153 سنه، طب عبر يا ترى كام سفينه لغايه دلوقتي؟ ده يبقى احصاء حلو. ايه الخدمه اللي قدمتها مصر للعالم؟ بنتكلم على 1,441,000 سفينه عدوا من 153 سنه، لما بنتكلم على 32 مليار و300 مليون طن بضاعه، شوف اللي نقلته قناه السويس للعالم كله، اللي قدمته كميه البضاعه اللي اتنقلت دي خلال الفتره دي، واللي حققنا فيها 155 مليار دولار بسم الله خلال ما شاء الفتره الله. دي يعني. بسم الله فاحنا بنتكلم على مشروع، يعني مش عايزين لو نقول عملاق يبقى مشروع صح. ما هو مش بصراحه مش بعد مش نوع من المبالغه ابدا لما بنتكلم على قناه يعني السويس ان هو الشريان الملاحي الاهم، ده مش نوع طبعا من انواع التحيز لبلدنا، لا ده الوصف الدقيق. حقيقي حقيقي، وبرضه مش هنمل ان احنا نقول برضه ان لولا قناه السويس الجديده ما كناش الخير اللي احنا فيه دلوقتي، الحمد والدخل لله. وعدد السفن والحاجات دي، عشان بس في ناس برضه ما زالت تتكلم ايه اهميه الشريان ده، ايه لازمته؟ لا لازمته ولازمته ان احنا دلوقتي بنحقق 7 مليار دولار السنه اللي فاتت، لو ما كانتش قناه السويس الجديده ما كناش هنحقق نصف المبلغ ده ان شاء الله على اخر السنه دي، يبقى يمكن سبق لحضرتك يعني، ان شاء الله احنا متوقعين ان هنحقق 7 مليار و800 مليون دولار يعني اخر على السنه، نهاية كل عام 2022 نكون عملنا ان شاء الله 7,800. 800 ان شاء الله بسم باذن الله ما الله، شاء الله. ده بسم الله ما المتوقع شاء الله زي ما ان شاء بتقول ان الله. احنا في زياده، فكل دي حاجات احنا بنستبشر بيها وبنطمن بيها اهالينا ان في مشروع قومي عملاق. احنا الحمد لله يمكن بنحاول دايما ان احنا نزيد من قيمه هذا المشروع، من ان احنا بنعمل مشاريع جديده للتطوير، وده سياده الرئيس مصمم عليها، زي ما بنعمل في القطاع الجنوبي دلوقتي ال 40 كيلو عشان نحسن الملاحه بنسبه 28%، ونزود 10 كيلو على قناه السويس الجديده، بدل ما تبقى 72 تبقى 82 كيلو متر، ونزود العمق من 24 متر ل 27 متر. كل دي حاجات احنا يعني ما بنبخلش ان احنا نعمل هذه المشاريع، ودايما سياده الرئيس متابعنا، مش عايز اقول يعني يكاد يكون يومي، ايه الاخبار وبتعملوا ايه ونوصل لايه والاستدامه ايه والمواضيع دي كلها. فالحمد لله يعني رب العالمين قناه السويس بخير، وهتظل ان شاء الله بخير، ونطمن الشعب المصري بكده يعني ان شاء الله. الحقيقه انا متاكد انه يعني ان شاء الله ربنا هيحرس هذه القناه، وزي ما حضرتك قلت ملحمه حفر قناه السويس القديمه وملحمه حفر قناه السويس الجديده سيظل دايما شاهدين على عظمه هذا الشعب. بس كمان الشيء المؤكد وانا هقوله طبعا عشان ارفع عن سيادتك الحرج، المنظومه اللي موجوده في الهيئه، هيئه قناه السويس، منظومه هي واحده من اهم عناصر النجاح اللي بتعتمد على التخطيط والالتزام والانضباط، لدرجه انه في اكثر الاوقات بتاعت الانفلات الامني وعدم الاستقرار السياسي يمكن كيانات وشركات ومؤسسات كتيره تعطلت الا قناه السويس. ده حتى الحمد لله وقت التاميم قناه السويس استطعنا ان احنا نديرها بكفاءه المرشدين والمهندسين المصريين. تمام طبعا، كلام مظبوط، نشكرك عليه طبعا. لا دي حقيقة يعني وشهادة الحقيقة لازم تقال فيكوا، سواء في سيادتك أو في القيادات العظيمة اللي قادت الهيئة في السابق، كلكوا أنجزتوا أضفتوا إلى بعض، وما زال التقدم والإضافة والإصلاح مستمر على أعلى مستوى في الهيئة. فبنوجه التحية لحضرتك وكل الزملاء وكل التهنئة بمناسبة العيد ال 153. شكرين يا فندم، كتر خير. شكرا جزيلا سيادة الفريق، شكرا جزيلا فريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. والحقيقة
والله الكلام اللي انا قلته لسيادة الفريق ليس مبالغة، لانه وخدتوا بالكم حتى ان سيادة الفريق لما انا اتكلمت عن موضوع الهيئة والسيستم في الهيئة والنظام والعناصر البشرية والكوادر والخبرات والمرشدين والمهندسين احرج شوية وما حبش يتكلم ويستطرد، لانه ما حبش يعني كانه بيجمل في الهيئة وفي نفسه، لكن هذه شهادة حقيقية. الهيئة طول الوقت ماشية زي الساعة زي الساعة، يعني اذا كنت عايز تدي دايما مثال للانضباط والالتزام والتخطيط السليم وعدم التقصير وعدم التكاسل وعدم ادي مثال وانت مغمض بهيئة قناة السويس.